بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 60 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل التحيين، فأهلا ومرحبا، حياكم الله وبارك فيك. فضيلة الشيخ، هذه رسالة وصلت من السائل عبد الله من اليمن، يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، إن التمائم والتولة شرك، هذا الحديث، ما هي التمائم وما هي التولة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والرقى المراد بها الرقى الجاهلية التي فيها دعاء لغير الله عز وجل واستغاثة بالجن والشياطين غير ذلك، هذه شرك محرمة لأن فيها دعاء لغير الله. أما الرقى التي من القرآن أو من الأدعية الشرعية فهذه لا بأس بها. والتمائم ما يعلق، تمائم كل ما يعلق على الأبدان أو على المحلات أو على السيارات لاتقاء العين بزعمهم، يعلقونها على أبدانهم أو على ممتلكاتهم تكون بها العين بزعمهم، فهذا منهي عنه لأنه شرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، لأن فيه اعتمادا على غير الله سبحانه وتعالى في رفع البلاء أو دفعه، فهو شرك كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو الزوج لامرأته، وهذا من عمل السحرة، هذا من عمل السحرة كما قال سبحانه وتعالى: يتعلمون منهما، يعني من السحرة، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذه هي التولة. نعم، أحسن الله إليكم. هذه سائلة من ليبيا فضيلة الشيخ، أرسلت مجموعة من الأسئلة. تقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا عاد أخاه المريض ودعا بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، عوفي من ذلك المرض. والسؤال يبقى: هل ندعو بهذا الدعاء سرا أو جهرا؟ أثابكم الله. نعم، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء طيب ونفع للمسلم، ولا بأس أن تقوله جهرا أو سرا، لا مانع من الجهر بها والإسرار بها. نعم. تقول السائلة من ليبيا فضيلة الشيخ: كيف تكون التوبة لمن تورط في بناء بيت بقرض ربوي، وما هي شروط التوبة في مثل هذه الحالة؟ التوبة هي أن يقلع عن هذا الشيء الذي فعله، يقلع عنه ويتركه تركا نهائيا، ولا يعود للتعامل بالربا، وأيضا يعزم أن لا يعود إليه مرة ثانية، وثالثا أن يندم على ما حصل منه. شروط التوبة 3: الإقلاع عن الذنب، العزم أن لا يعود إليه، الندم على ما حصل منه. هذه شروط التوبة من الربا وغيره. وما دام أنه أخذه واستعمله ثم تاب إلى الله، فمع التوبة يتصدق بمقدار المال الذي أخذه من الربا، صدق به ويضعه في مشروع ويتخلص منه. نعم، أحسن الله إليكم. تسأل أيضا عن صفة الاستغفار، كيف كانت صفة استغفار المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ذكر أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، كما صح ذلك عنه بعد سلامه من صلاة الفريضة، أنه كان يستغفر الله 3، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ومن صيغ الاستغفار ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه أنه قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنوبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكذلك ما أوصى به أبا بكر الصديق رضي الله عنه
أنه قال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية: كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم، أحسن الله إليكم. من أسئلة الأخت من ليبيا تقول: فضيلة الشيخ صالح فوزان، أيهما أفضل في لباس المرأة بين النساء؟ أن تلبس لباسا يكشف ما يباح لها كشفه بينهن كالذراعين والساقين والشعر، أم الأفضل لها أن تلبس الواسع الفضفاض الذي لا يكشف إلا عن الوجه والكفين فقط؟ نعم، تلبس اللباس المحتشم عند النساء، ولا يظهر منها عند النساء إلا ما جرت العادة بكشفه للحاجة، مثل الوجه والكفين والقدمين وشعر الرأس، على جرت العادة بكشفه، وتحتاج المرأة إلى كشفه عند النساء. وأما كشف الساقين وكشف الذراعين فهذا لا تكشفه عند النساء، لأنها فتنة، ولأنها تكون قدوة للنساء في التساهل في الستر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: أرجو إلقاء كلمة توجيهية إلى كل من شارب الدخان مع بيان حكمه وبيعه، جزاكم الله خيرا. الدخان مادة خبيثة ومضرة، ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه، فهو خبيث في رائحته، خبيث في طعمه، خبيث في أثره ولونه على من يتعاطاه، تجد أثره السيء واللون السيء في فمه وشفتيه وأسنانه، وأيضا أعظم من ذلك أنه خبيث يورث الأمراض الفتاكة كالسرطان بأنواعه كما قرر الأطباء، وإفساد الصدر وما يختزن الدخان. أنت لو اعتدت أن توقد النار في حجرة كبيرة وكررت إيقاد النار فيها أصبحت سوداء جدرانها وبابها، فكيف بصدر الإنسان الضيق؟ ماذا يكون من تعاطي هذه المادة الخبيثة؟ وأيضا هو منفذ للأموال بغير فائدة، لأنه يشتريه بأموال كثيرة ولا يستفيد شيئا، وإنما يستفيد ضررا. وإذا كان الناس الأبرياء يتعذون بالدخان إذا كانوا في سيارة أو في غرفة أو في الشارع، فإن الناس يتأذون بهذا الدخان لأنه خبيث، فكيف بالذي يتعاطاه؟ فهو من هذه الوجوه محرم، ولا يجوز تعاطيه، ولا يجوز بيعه، وثمنه حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فبيعه حرام وشراؤه حرام وزراعته حرام والاتجار به وجلبه، كل هذه محرمة وهو كسب خبيث. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا يقول: نرجو توجيه كلمة إلى المسبل الذي يطيل الثوب أو البنطال. الإسبال حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، والإسبال ما نزل عن الكعبين، هذا هو الإسبال، قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. هذا هو الإسبال، وهو حرام وكبيرة من كبائر الذنوب في حق الرجال. الواجب على المسلم أن يتجنب الإسبال لأنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وعليه وعيد شديد. نعم، أحسن الله إليكم. من القصيم السائلة أم مريم تقول: ما حكم الحسد إذا كان يصدر من الإنسان، وما الفرق بينه وبين الغبطة؟ الحسد صفة خبيثة، صفة ذميمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا. إذا وجد الإنسان نفسه شيئا على أخيه، الحسد هو تمني زوال النعمة، هذا هو ضابط الحسد، هو تمني زوال النعمة عن المحسود. إذا وجد الإنسان في نفسه شيئا من ذلك فليستعذ بالله من الحسد، وليدعو بالبركة لأخيه، ويسأل الله من فضله مثل ما أعطى أخاه أن يعطيه. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. فالحسد صفة خبيثة وقبيحة، والحاسد إنما يضر نفسه، والحسد إنما يقتل صاحبه. فعلى من يجد هذه الصفة أن يستعيذ بالله منها، من شر الحسد، وأن يدعو لإخوانه بالبركة، ويسأل الله من فضله لنفسه. وأما الغبطة فليست هي من الحسد المذموم، الغبطة أن يتمنى الإنسان أن يكون مثل
مثل من عنده نعمة من عبادة أو علم أو سخاء بالمال، يسأل الله أو يتمنى أن يكون مثل هذا الشخص الذي أنعم الله عليه، هذا محمود وليس بمذموم. إنما المذموم أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه، أما إذا تمنى أن يعطى مثل أخيه وسأل الله من ذلك فهذا محمود، وهذا هو الغبط. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما، آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل آناء النهار، أو في لفظ آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها بين الناس، ورجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته في الخير، يعني بالإنفاق منه في سبيل الله. فمن تمنى أن يكون مثل هؤلاء فهذه غبطة وهذا محمود وليس من الحسد. نعم. أحسن الله إليكم. أبو ريان له مجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول عن الأسباب المعينة على تقوية الإيمان إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان، كيف يقوي إيمانه؟ نعم، الأسباب التي تقوي الإيمان الطاعات بأنواعها. الإيمان يزيد بالطاعة، إذا أراد أن يقوي إيمانه فعليه بالإكثار من الطاعات وتجنب المعاصي. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وجميع الأعمال الصالحة تزيد في الإيمان، وكذلك تلاوة القرآن أو الاستماع لتلاوة القرآن على مما يزيد في الإيمان. الأعمال الصالحة كلها تزيد في الإيمان، عليه أن يكثر من الطاعات وأن يتجنب السيئات، وعليه بمجالسة الصالحين وصحبة الصالحين، فإن هذا مما يزيد في إيمانه. وعليه أيضا أن يتفكر في آيات الله عز وجل القرآنية ويتدبرها، فهذا مما يزيد في إيمانه. وكذلك يتفكر في مخلوقات الله وفي آيات الله الكونية يستدل بها على عظمة الله قدرته سبحانه، فيزيد هذا من إيمانه. التفكر في مخلوقات الله وتدبر آيات الله القرآنية كل هذا مما يزيد في الإيمان. يعني أحسن الله إليكم. أبو ريان من أسئلته يقول: فضيلة الشيخ، عند ختام المجلس يقول المحاضر: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ثم يردد الحضور هذه العبارات، هل هذا وارد؟ المجلس ختامه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفارة المجلس إذا أراد أن يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، هذه كفارة المجلس. أما المحاضرة أو الدرس فإذا ختمه بالدعاء فلا بأس بذلك، ويؤمن الحاضرون على الدعاء لأن الناس بحاجة إلى ذلك، سواء ختم المحاضرة أو الدرس قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين، أو ختمه بغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل لم يذكر الاسم في رسالته يقول: فضيلة الشيخ، إذا تحلل الرجل من عمرته في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وأراد أن يحرم بالحج، فهل لابد أن يلبس المخيط ولو لفترة قصيرة ثم يقوم بنزعه ثم يحرم بالحج؟ لا، ما هو لازم. إذا أكمل مناسك العمرة من طواف وسعي وتقصير فقد حل من إحرامه، ولو لم يخلع ملابس الإحرام هو بالخيار، إن شاء خلعها وإن شاء أبقاها ثم نوى الحج وهي عليه، فلا يشترط للتحلل من العمرة أن يخلع ملابس الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم. أبو سامي من سوريا يقول في سؤال له عن الشفاعة: ما المقصود بالشفاعة وكم أقسامها، وهل يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته جميعا؟ الشفاعة هي التوسط لدى من عنده حوائج الناس في قضائها، تكون الشفاعة عند المخلوقين تكون الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، هي الوساطة في قضاء الحوائج، والوساطة في قضاء حوائج الناس
التي يحتاجون إليها وليس فيها شيء محرم، هذا مستحب. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفع وتؤجر. أما إذا كانت شفاعة عند المخلوقين لتحصيل شيء محرم أو لإسقاط حد من حدود الله عز وجل فإنها محرمة. قال صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله قد ضاد الله في أمره. واستنكر صلى الله عليه وسلم وغضب على أسامة بن زيد رضي الله عنه مع أنه يحبها شد الحب، لما أراد أن يشفع في امرأة سرقت أو كانت تجحد تستعير المتاع تجحده، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فجاء أسامة بن زيد بدافع من قوم هذه المرأة يشفع فيها، غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تشفع في حد من حدود الله. وفي الحديث: لعن الله من آوى لعن الله من آوى محدثا. والمحدث هو الذي استحق الحد، لا يجوز لأحد أن يؤويه وأن يمنع إقامة الحد عليه، من فعله فهو ملعون بشفاعة سيئة محرمة. أما الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى فهي حق أيضا، حق بشرطين. الشرط الأول: أن يأذن الله للشافع، لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا فهو الذي يملك الشفاعة، فيشترط لها شرطان، أو الأولى أن يأذن الله للشافع أن يشفع. الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان. أما أهل الكفر الله جل وعلا يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذان الشرطان يدل عليهما قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده عند الله إلا بإذنه. والشرط الثاني بقوله تعالى: ولا يشفعون أي الملائكة إلا لمن ارتضى، أي ارتضى الله قوله وعمله وهو المؤمن العاصي، هذا تقبل الشفاعة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. قد جمع الشرطين في قوله تعالى: أم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله هذا الشرط الأول، ويرضى عن المشفوع فيه هذا الشرط الثاني. الشفاعة عند الله حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله بهذين الشرطين، والمؤمنون يشفعون عند الله، والأفراط يشفعون عند الله سبحانه وتعالى. أما الشفاعة التي المحرمة هي التي تطلب من غير الله عز وجل، تطلب من غير الله عز وجل، كطلب الشفاعة من الأموات والمقبورين، أو طلب الشفاعة من الجن أو غيرهم. هذه شفاعة المشركين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدونهم من دون الله ويقولون: نريد منه الشفاعة عند الله. هذه ممنوعة، شفاعة ممنوعة. نعم، أحسن الله إليكم. السائل من سوريا رمز لاسمه بألف ألف ألف، يقول: إذا كان الشخص يتعامل بالربا، هل يجوز أن نخالطه وأن نأكل من تقديمه للطعام لنا؟ عليكم بمناصحته وتذكيره بالله عز وجل، والإتيان بالآيات والأحاديث التي فيها تحريم الربا وكلام أهل العلم، لعله أن يتوب إلى الله عز وجل. وأما أكل طعامه فهذا إن كان ليس عنده إلا الربا إنه لا يجوز الأكل من طعامه لأنه حرام. أما إذا كان عنده أموال مختلفة من الحلال والحرام فلا مانع من الأكل من طعامه، لأنه لا يتعين أنه من الربا. نعم، أحسن الله إليكم. أبو عبد الله من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، كثر الحديث عن الجمع عند نزول المطر، فما الضابط في ذلك؟ مأجورين. الضابط الجمع بين المغرب والعشاء، المغرب والعشاء، لأنه الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى الراحة والبقاء في البيوت، ويكون أيضا فيه ظلام الليل، ولا يجوز الجمع إلا إذا كان المطر يبل الثياب. أما المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فهذا لا يجيز الجمع. أو كان بين الناس بين المصلين وبين المسجد وحل في الأرض، طين دحر وطين يخوضونه، ومياه طين ومياه يخوضونها إلى المسجد، فهنا يشرع الجمع. سبب الجمع هو أحد أمرين: إما المطر الذي يبل الثياب، وإما الدحر والطين الذي يخوضه الناس إلى الحضور للمسجد في الليل فيخفف عنهم الجمع. وهناك سبب ثالث ذكره الفقهاء، وهو الريح الباردة الشديدة في الليلة المظلمة، الريح الباردة الشديدة
الليلة المظلمة أن يباح الجمع فيها بين العشاءين المغرب والعشاء. نعم. طيب سمح الشيخ، الآن الأرض مسفتة فضيلة الشيخ، إذا ما فيها دحض، إذا توقف المطر ألا يجمع، لأن الأرض ليس فيها دحض وليس فيها طين. نعم. أحسن الله إليكم. أخيرا هذه السائلة أم عبد الله لها سؤال، تقول عن الصلاة أمام المدفأة والنار في أيام البرد فضيلة الشيخ. والله المدفأة يعني ليست نارا، لما هي كهرباء مثل اللمبة المصباح الذي يكون أمام المصلي لا بأس به. لذلك المدفأة هي عبارة عن اللمبة، يسمونها اللمبة أو الكشاف، فهذه من جنسها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أخيرا تقول المرأة إذا كانت تأكل وتشرب أثناء الأذان وبعد مدة، ماذا يلزمها الآن علما أنها كانت تظن جواز ذلك شيخ؟ إذا كان الأذان على طلوع الفجر وهي أكلت عند الأذان والأذان عند طلوع الفجر فإنها تقضي الأيام لأنها أكلت بعد طلوع الفجر. نعم. أما إذا كان الأذان متقدما على طلوع الفجر فلا حرج في الأكل والشرب. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلته. شكرا.